السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الثلاث، يوم الثلاث كالعاده عارفين يوم الاكل الشعبي او الاكل الحرش شويه اللي هو ياكل وممكن عادي جدا ننسى نفسنا واحنا بناكل. هو ده المطلوب، مش دايما ولكن في اكله كده في الاسبوع لازم نعملها تكون شعبيه شويه. دايما بقعد اقول الشعبي حاجه والشرقي حاجه. الشرقي هو ممكن يكون الفراخ المحمره والبط والبريم المعمر ومش عارف الحاجات دي، ده الشرقي. الشعبي هو اللي تلاقي فيه كبده وفي سجق وفي كوارع ماشي الكلام والحاجات دي كلها. هو ده اللي هيتعمل النهارده ان شاء الله مع حضراتكم. جايب عندي فرده كارع متقطعه مكعبات صغيره جدا وسيبها تتسلق بقى لها مثلا بتاع ساعه مثلا. اهي ده هنشوف هنعمل فيها ايه، مع بطاطس ومع خضره هندخلها في طاجن صغير كده ونشوف بتتعمل ازاي بشكل بسيط. طيب الطبق التاني هعمل صينيه بطاطس بس مع السجق الشرقي، هنشوف بتتعمل ازاي، او صينيه سجق شرقي بالبطاطس الصوابع مع الفلفل والطماطم بشكل بسيط جدا. الطبق التالت طاجن كبده او كبد وقوانص، الكبده حاجه طبعا والقوانص حاجه تانيه خالص، الاثنين ليهم تسويه كل واحد فيهم هنشوف بيتعمل ازاي بشكل بسيط جدا. الطبق الثالث هو اللي متقدم لحضراتكم من شركه كنور فاين فوز لحضراتكم، خلطه التوابل بتاعت الدجاج بالثوم، هنشوف بيتعمل ازاي برده بالدبابيس الفراخ. الموضوع النهارده بسيط جدا وسهل، تعالوا نطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم النهارده مع حضراتكم على اكله يعني تاكل شويه وهو المطلوب. الكوارع دايما احنا بنعمل لها حساب قوي، وده شيء عظيم ان احنا نعمل الاكل حساب بفكره ان يكون ليها مسؤوليه كبيره جدا، ونقعد نركز وامتى نعملها ونعملها ازاي ونجيب منين وننظفها ازاي، ده اهم شيء. ودايما بقول العكاوي والكوارع وفي بعض الاكلات كده الواحد لازم يعملها بحسوكه زياده على اللزوم، عشان الحاجات دي لو مره من المرات اتاكلت بشكل مش لطيف غالبا اللي بيحصل له الموقف ده طول عمره ما ياكلهاش تاني. فانت عارف يعني ايه او عارفه يعني ايه وصلنا لمرحله ان احنا ممكن ناكل اكله مره واحده مش حلوه تخلينا طول عمرنا يعني ولا نفكر فيها ولا نحب نشوفها واكيد مش هناكلها. فنبقى حريصين شويه على فكره الاكلات دي شويه بفكره ان احنا يعني بالعربي كده ندقق قوي عن بقيه الاكل كله. الاكل كله زي الفل لان تسويته بسيطه، فكره تركيباته كلها على بعضها هيطلع اللي احنا عايزينه في الاخر، ولكن العكاوي او الكوارع هي بتبقى يعني حاجات بتبقى يعني سبيشال شويه في فكره النظافه وده اهم شيء. طيب يبقى هعمل العكاوي الكوارع النهارده بالبصل والبطاطس، نيه في نيه الاول يطجنه في الطاجن ده بحضراتكم في الحله، وبعد كده يخش الطاجن يخشوا مع بعضيهم بالمرقه بتاعت العكاوي، وهنديهم طشه بس الطشه بتاعت النهارده مش تبقى طشه كزبره ناشفه، هتبقى طشه بالكزبره الخضراء، هنشوف بتعمل ازاي، يعني هي هي على ما اعتقد مفيش حاجه زياده فيها. ده الطبق الاول. الطبق الثاني جاب عندي نص كيلو من السجق الشرقي. طبعا السجق الشرقي ده ليه مزاج عالي جدا كلنا بنحبه، ولكن يعني مره بنعمله متشوح ومره بنعمله متحمر ومره بنعمله بصوص طماطم، بس برضو اكيد لو غمسناه مع بطاطس محمره جواه او بطاطس كده متشوحه جواه كده اكيد يبقى طعم مختلف تماما ويكون طعمه كويس جدا. الطبق الثالث هو كبد وقوانص بتاعت الفراخ، هنشوف بتعمل ازاي فكره يخني. الطبق الرابع هو خلطه التوابل بتاعت كنور معموله للفراخ اللي هي البونج او الدبابيس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نص كيلو فراخ او حسب اللي موجود، وهنعملها في الخلطه والتوابل دي مع حضراتكم واحده واحده. نبدا بالتقيل او نبدا باللي بياخد وقت شويه في التسويه او هياخد وقت وعايز يكون برده واضح معايا في كل الاحوال. الكوارع زي ما قلت لحضراتكم، بص كده يا عم شفيق، مسلوقه سلقه نظيفه، بص كده هندسه اهي متقطعه شايفها يا باشا، معاها بصل ومعاها كرفس ومعاها كرات معاها كل حاجه انا عايزها، سلقتها سلقه كويسه جدا وخلصت. بالخضار بتاعها هبدا اشتغل بيها برده بفكره الطاجن. الطاجن بتاعي جايب حله سخنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا هلعب معاها برده لعبه حلوه قوي. معلقه ثوم، حلو الكلام ده في اول الكلام بسم الله، واجيب عندي المعلقه بتاعتي وابدا اشوح الثوم، لسه ما حطيناش اي زيت ولا زبده ولا اي حاجه. هجيب عندي الكوارع بالحاجات اللي فيها كلها، الكرفس والكرات كله ينزل هنا كده نفس الموضوع، وابدا اشوح البصله مع الثوم مع الكرفس مع الكرات اللي احنا سلقنا بيه مع ورق الغار مع كل الحاجات دي كلها مع بعضيها. ولما يتشوحوا مع فصل الثوم اكيد في نفس تاني خالص غير اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو السلق، اكيد هنا بنعمل حاجه تانيه خالص. حبه زيت بقى نبدا نشوح كويس، الحاجه تاخد وقتها في التشويح، وانا شغال برده هنا بقى يعني دي اضافات حبه فلفل اسود ماشي الكلام مش هيقولوا لا، وهبدا اشوحهم شويه. انا مجهز لها ايه؟ انا عندي بطاطسايه اقطعها بص كده شفيق شيبس اللي هو يكون قطع صغير قوي. سيب دي كده خمسه مع بعضيها تطقطق كده في الحله من غير ما نديها اي حاجه خالص. تعال نحضر الحاجه اللي هنشتغل بيها فكره الطاجن بتاعها، وهنحطها برده تاخد سنه تبخيره معاهم في الحله. جايب عندي البطاطس بسم الله بالشكل ده كده، اقطعها
شيبس بسيط جدا اهو، طميه عشان ما تسودش مننا كده اهو، ونبدا نتبلها كويس قوي مع بقيه الخضره بتاعتها. هو طبق بسيط جدا ولكن يتعمل بس على مزاجه، هيبقى اطعم حاجه في الدنيا ان شاء الله كده. واجيب عندي البصلية نفس الكلام اهي، وابدا اكسرها كده بايدي عشان ابهرها براحتي كده اهو، ماشي الكلام. هبهرهم بحبه بهارات مشكلين اللي هو السبع حبات وكبه صيني كده اهو، وحبه ملح بتوعي، وبهر حاجتي كويس. من هنا البصلايه تتقلب كويس قوي في البهار مع البطاطسايه، وبعد كده نبدا ننزل بكل حاجه واحده واحده. فلفل الرومي مش هنزل بيه دلوقتي، او الطماطم او اي حاجه، عشان خاطر بس ما اخليش الامور تكون معايا كلها متقارنه ببعضها التسويات، يعني اكيد البطاطس مش زي نفس تسويه الفلفل الرومي. هنزل بالخضره بتاعتي كده عليها، ماشي الكلام. وكمان دلوقتي الطماطميه دي برضو على وش كده، ماشي الكلام كده. واروح اعمل ايه بقى، مزود لها كمان حبه زيت صغيرين او زبده حسب اللي عندي او حسب على مزاجي. انا احط لها زيت كمان كده اهو، ماشي الكلام كده. هخليها سبايسي شويه، هديها عندي معلقه هريسه، حلو كده. واقلبهم برضو مع بعض بالشكل ده اهو، واحده واحده هنشوف الاخبار. واحنا شغالين عندي كاسرول تاني عفوا شطه، كاسرول تاني او حله سخنه جدا، هبدا انزل عليها بالسجق من غير اي حاجه خالص، ولا ميه ولا زيت ولا اي حاجه. هنشوف واحده واحده كده اهو، واسيبها مع نفسها، حتى ممكن اغطي عليها عادي جدا. عايز يتحرق شويه، وارجع تاني للكوارع واشوحها. الخضره مع بعضيها، الكوارع اتشوحت مستويه وزي الفل. نعلم منها التست ازاي، نديها حبه مرقه كده اهو عشان تكمل تسويتها بالشكل ده كده اهو، ماشي الكلام. ونروح جايين كمان جايبين معلقه صلصه طماطم تديني نفس كويس وتعلي كمان اللون. كده اهو مع المرقه اللي حطيتها، خلاش ميه بيضة، ده المقصود من كلامي يعني كده اهو. ونبدا نعمل كده، اللي بيتغير ده المطلوب، مش كتير. عايز احط لها صلصه ما عنديش مانع، واخليها بالطماطم مش مشكله، بس انا اخليها كده، ولا هي قوي ولا هي متسبكه للدرجه اللي ممكن يكون حاسس ان انا باكل طبيخ قوي. فخلينا نعملها بالشكل ده. نبدا نبهر حبه ملح كمان شويه، وحبه بهارات بالسمك، تمام. تميل اللي بيتكلم في ودني. استاذ شادي، ازيك يا استاذ سيدي؟ طيب يا استاذ سيد، صباح الورد والياسمين. ازيك يا عم علاء؟ اهلا بيك يا عم سيد، اخبار سعادتك ايه؟ عم علاء الحمد لله، اخبارك؟ الله يخليك يا باشا، تحت امرك يا عم سيد. الامر لله. ايه يا عم الحاجات الجميله اللي انت حاجاتك جدا حلوه يا عم سيد، الله يبارك لك يا حبيبي. تعال اتغدى معانا. انت بتخليني افتكر اقعد قدام التلفزيون قبل ما اروح الشغل عشان اقعد اتابع حضرتك يا حبيبي. يا عم سيد والله الله يبارك لك بكلامك الحلو، الله يبارك لك. ربنا يخليك يا عم سيد. السجق الجميل ده عايز بقك والله، يبعت لك حد باب البيت. ربنا يخليك يا عم. انا بقى اللي عايز اجيب لك سجق ايضاني من عندنا. سجق ايضاني عندكم منين؟ من عندنا احنا، من الشغل بتاعي. على فكره انا شغال في شركه بس مش عايز اقول لحضرتك. لا يا حبيبي تحت امرك، واخد بال حضرتك. أيوه. علشان بس الاعلام وكده. ايوه انا بعمل الحاجات دي في سجق ده، بس عايز احكي لك انا سجق ايضاني يا عم. يا عم الحاج شرف لينا ان ناكل من ايدك سجق ايضاني، يا سلام. حد يقول لا؟ على فكره استاذ محمد اللي بترد عليها راجل ذوق جدا يعني، وراجل محترم. من ذوقك الله يخليك، انت احسن. وراجل محترم برضو الله يخليك. ده انت احسن يا عم، الله يبارك لك. الله يخليك. امرني امر بس. الله يخليك. عايزين ان شاء الله بعد اذن حضرتك يعني لو في نعمل لسان وفيشة. ايوه فواكه المذبح يعني، والحاجات اللي هي الشعبيه دي يا عم علاء بعد اذن حضرتك يعني. تمام، عينيا الاثنين. خلاص خلينا نظبط يوم ان شاء الله ونعمل لكم اكله فواكه المذبح وتكون حلوه، بس يعدي فتره الحر دي شويه بس. عينيا كده. انت عارف الشعب المصري الله اكبر عليه ما تفتش معايا يا عم علاء. ربنا يا رب يدينا الصحه جميعا ويدي الشعب المصري كل خير يا رب. تمام حاضر الكلام، ماشي. حاجه ثانيه يا باشا؟ خليك يا عم. صباح الورد عليك وعلى احلى ناس، بشكرك جدا. اهل سوهاج وحبايبنا رحمه. ازيك يا غالي؟ اهلا بيك است رحمه، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله يا ماما، اخبارك انت عامله ايه؟
منور. ايه الحاجات الحلوه دي؟ واخبار السعيد عامل ايه على حسك؟ عندك نتغدى ولا نعمل ايه؟ يلا بينا والله العظيم ثلاثه يعني تحت امرك. ربنا يخليك يروح لحد عندك جاهز والله بنتي وحبايبنا في سوهاج والله. الله يخليك يا ابني. ازيك وازاي اسره البرنامج والله كلها؟ والله كلنا فضل وعدل يا حاجه وكلنا زي الفل نحمد ربنا. انت اخبار حبيبك عاملين ايه؟ ايديك وعينيك ويعني مش عارفين نقول لك ايه على الوقت. يا ام مكالمتك دي دعوتك دي لينا على الصبح كده بالدنيا كلها. الله يبارك لك يا ماما. الله يخليك يا ابني. خليك الله يخليك. اموريني امر يا ماما. اموريني امر. بقول لك عايز اعمل المايونيز ما بعرفش اعمله يا شيف علي. عايز تعمله مايونيز ومش عايز تعمل. حاضر ماشي. وايه تاني؟ الحاجات التانيه وانا بتعلم منكم. لا يا ماما ما تقوليش كده. احنا نعملك اللي انت عايزاه وحد عندك يكون يصلك والله. حاضر نقول لك على طريقه المايونيز. تسلم ايديك. الله يخليك يا ماما. صباح الورد عليك وعلى اهل الصعيد واجدع ناس يعني في الدنيا كلها. مش مجامله مني انا ما بجاملش بس كلنا عارفين كويس جدا يعني رجاله الصعيد عاملين ازاي بجدعتهم ورجولتهم ولكن مع احترامي لرجاله الصعيد طبعا ستاتهم على راسنا وعلى راس الناس كلها. اشكرك جدا يا ست رحمه. طيب هرجع تاني بقى. بص كده يا شفيق معايا تعالى ركز كده. حاضر ثانيه واحده يا شادي. بس بص كده عامل ازاي اللي حصل. ايه هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ حطينا السجق على نار حاميه. خلينا نتكلم شويه بالبلدي. دي دهون تبوظ الدنيا ما تتاكلش. ما ينفعش اكلها. تقيله كوليسترول عالي جدا. تعالى اوريك انا بقول لك في ايه. تعالى يا باشا كده ركز. بص كده يا عم شفيق شايف المنظر يعني ازاي؟ ازاي بقى احط بصل وطماطم دلوقتي وابدا اشتغل؟ فهي الحسوكه هنا شويه. انا بقول لنفسي انا رخم شويه في القصه دي فهتاخد مني وقت شويه ولكن في النهايه ان شاء الله تكون حاجه كويسه. نصفي الكلام ده طبعا كله اهو كده. حلو الكلام. ونرجع تاني بالحله زي ما احنا اهو زي ما احنا كده ماشي الكلام. يا عم شفيق ركز معانا بعد اذنك. ونجيب ميه نظيفه عاديه جدا ساقعه سخنه ما عنديش مانع اهو. وننزل كده بسم الله عليه. بص مفيش دهون كده بقى دلوقتي زي الاول. حلو الكلام. دي اول سلقه. نجيب عندنا ورق غار يعني اي اعشاب انا بحبها حبتين حبهان ارفع اي حاجه انا عايز اعملها ما عنديش مانع. حلو الكلام. ومش هيخسر معايا خالص لما اجيب في كعب بصل كده زي كده. بص كده يا شفيق مش هيخسر معايا خالص كده. ده كله يعني نص سلقه كمان ده اللي مش هستخدمه. بص التوم مش هيقولي لا اهو. كل دول كلهم اللي حطيتهم دول يعني زيادات عندي على الاطباق مش قصه. وغطي عليها كمان. تاخد غلوه ونصفي وهنشوف هنعمل ايه. تعال نرجع للكوارع ونبص بصه كده. الله اكبر الله اكبر. بص الكلام. حاجه معموله يعني ما فيهاش اي افتكاسات. بص كده جوسي ازاي يا شفيق. جوسي اللي هو مش ناشف والحاجه مش عايزين نهريها. انا كده مرضي وزي الفل باذن الرحمن. يخشوا في الطاجن على الفرن على طول ياخدوا طعم البريم والطاجن مش سامعك. حاجه فخيمه. ها ماشي يا عم شادي. نجيب طاجن بلدي بريم كده حلو ونبدا نعلي بقى التيست اكتر. الطاجن على فكره ممكن اسوي لحد هنا لحد اخر الحلقه عادي جدا بس احنا عارفين كويس جدا ان الطاجن ده بيبقى ليه نفس كويس جدا وليه طعم. فانا عايز اعمل طاجن كويس وابدا اسست من الامور برده ونحس ان احنا يعني طاجن طاجن يبقى في تسويه مش بس شكلا يعني ما اغرفش في طاجن واقول خالص كده. هعمل كده بسم الله ماشي الكلام. اجيب عندي حبه الفلفل الاخضر دول في الارضيه دي كده اهو. حلو كده يا عمنا. ونجيب حاجه نطلع بيها الكلام الشياكه ده كله. قرب شويه كده. هي دي حاجتي كلها. ليه حطيت الفلفل الاخضر في الارض؟ الطاجن عشان خاطر يعني يستوي كويس برده معاهم. ده رقم واحد لاني ما سويتوش معاهم في النص. الحاجه الثانيه كمان يبقى ارضيه عشان لو قلبت الطاجن او لما اجي اغرف يبقى برده الدنيا عندي في الروقان ما يبقاش الامور كلها مستويه قوي. كده اهو. ادي البصلايه المدلعه فص الثوم فلفل الحار لو حابين نحط طبعا بديله سبايسي زي ما انا عملت الهريسه. كل ده كله في ايدينا تمام. نعمل كده ونعمل كده اهو بس كده يعني هو كله كوم. واللي في البحله ده شايفه شايف الحله دي ده بقى لقمه عيش بس لما يكون مستوي ولدن. لقمه العيش هنا بقى دي هي اللي تخلي الطبق ده يتاكل يعني ما فيش هزار. كده اهو نجيب بقيه الفلفل اللي موجود ده. حلو الكلام. انا بعتقد كده ما نزودش اكتر من كده. يا ابو حميد يا احمد. طيب كلمنا تاني يا ابو حميد. يا هبه الو هبه
طيب كلمينا تاني هيبقى ايه يا شفيق، تليفوناتك بايظه ولا ايه؟ افاصل ماشي الكلام. طيب ندخل دي الفرن الاول وبعد كده نرجع للسواق ونشوف اخبار الدنيا ايه الاول قبل ما نطلع الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممكن اقمره ما عنديش مانع خالص، وممكن اسيبه زي ما هو. بص بقى كده يا شفيق تعالى هنا هطلعك، اصبر. وانت هتسمع كلام شفيق ما تسمعش كلامي؟ يعني انا عارف ان هو القائد، مش دي قصه، بس ما تشيلش الكريم وتجري بسرعه كده، مش هطلع فاصل. ها تسمعوا بقى ايه يا بني، ما تتعبوناش بقى. طيب خلاص حاضر. بص بقى هنا السلقه دي يا عم شفيق على نضيف شويه، بمعنى ايه؟ يعني احنا كده ظبطنا الدنيا، حطينا حبه ميه سخنين او باردين عادي جدا، غلوه. حلو الكلام. تعالى على النار الحاميه دي اغلى كده. حلو الكلام. الغلوه واحده دي منها حاجتين، ان انا هسلق السجق بتاعي كويس جدا، وان انا هشيل اي زفاره. وخلاص بالفعل حطينا بصل، حطينا ثوم، حطينا ورق الغار، الحبهان، الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا. بعد كده هنصفي الكلام ده كله ونبدا نشتغل على نضيف. تعالى نصفي قبل ما نطلع الفصل بحيث ان احنا برده نبقى مخلصين كل حاجه. ادي المصفه هنا، خلي هنا، وناخد الحله دي ونشوف هنعمل ايه. بس ايه، واحده واحده. ادي بوله فاضيه عشان لما نرجع نبص عليها. ليه بقى موضوع السجق ده انا بعمل بيه كده؟ هقول لحضراتكم حالا. صفي كده بقى كل الكلام ده كله. ماشي الكلام. ونيجي كده اهو، هنا السجق النظيف اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهنا الطاسه دي. بص بقى يا عم شفيق تعالى، ادي السجق كده على ما اعتقد بقى واضح جدا، وبقى نظيف جدا ومستوي على الاقل ثلاث ارباع تسويه. هنا اقدر اشم ريحه السجق المحشي ومظبوط وتم التمام. هبدأ هشتغل في الطاسه الثانيه، بس عايز اعمل حركه كده بسيطه جدا اوريكم بس انا قصدي ايه من نسبه الدهون اللي بتكلم عليها. ادي منديل فاضي ما فيهوش اي حركه ولا اي حاجه. تعالى كده هندسه بعد اذنك في الطاسه دي. بص كده دي دهون محدش شايفها. شايفها يا شفيق؟ انا باكل سجق حتى بعد ما سلقته، حتى بعد ما غسلته، بالدهون دي ليه؟ هي دي القصه بالنسبه لنا بقى. هو ده الموضوع، احنا بندور على اكل ناكله حرش وناكله ونبسط، ولا حاجه تتعبنا؟ الدهون الكتيره قوي واحنا بنشوح من الاول، واحنا بنسوي في اول الطبخه دي حاجه غير ما تطقش. بعض الناس بتكسل شويه في المطاعم او في المحلات عامه اللي بيبيع سجق عامه، انجز. ما هو انجز دي وكله بيروح في السبايسي، في الحاجه الحاره، ما بتبانش طعم ولا بيبان حاجه، بس بعد كده ايه؟ كده الواحد بس بيخاف منها شويه. فخلينا نعمل حاجه بنظافه، خلينا نعرف اهم حاجه الجزار اللي بنشتري منه الحاجه دي تكون عامله ازاي، لان الطبيعي ده جزار ولازم يكون في معرفه عشان خاطر نبقى عارفين واثقين ايه اللي بيحش جوه، لو كان مفروم او كان برجر او حواوشي او حتى سجق. تعالى اطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا واقفين شويه عند السجق وظبطنا الامور وسلقناه ونضفناه وشلنا منه الدهون ومسحنا الطاسه وغسلناها في الفاصل عشان تطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ابدا بقى على نظيف اشتغل. معلش هي ممكن تاخد مننا وقت في البيت خمس دقائق، ولكن في الخمس دقائق دول هنشوف حاجات كتير جدا. انا والله العظيم بامانه الله الدهون دي ما تتقبلش تتاكل. وعلى فكره انا اوفر لي وقتا انا كعلاء، يعني وانا بشتغل عامه في اي حاجه ان هي مش هتبان ولا هتتاكل، يعني حضراتكم مش تاكلوها، بس انا ببقى عندي كده يعني ايه حاجه كده بحب يعني امانه بين ربنا سبحانه وتعالى وبين حضراتكم، بقول لكم خشوا اعملوا الحاجه وعلى مسؤوليتي. وتليفون صغير جدا يا عم يا علاء، احنا عملنا الحاجه دي طلعت وحشه، انا اقبل النقد جدا واقبل عشان اتعلم الصح مش عيب. ليه بقول كده؟ عشان خاطر انا عارف ان الحاجه دي لو اتعملت في البيت بطريقه غير كده هتطلع زي ما انا بقول لحضراتكم، تطلع فيها دهون كتير وتمسك رغيف العيش. طب ليه تقفلني من الاكله؟ فهو واجب انا شخصيا او وظيفتي ان انا احاول اوضح او ان انا يعني افهم كويس جدا الحاجه تعمل ازاي واوصلها لحضراتكم بشكل يكون بسيط. فالسجق هو في حسوكه شويه معلش، ولكن للاسف الكبير ان احنا بعض الاماكن او بعض الناس اللي بتعملها بتعملها عادي جدا، بس الجون اللي نازل منه او الجريف اللي نازل منه بجد والله مضر، مش حلو، لان يعني دي دهون كتير قوي، ودهون كمان يعني هتحرق على النار وقصه كتير قوي، مش عايز ادخلكم تفاصيل كتير. طيب تعالى نعمل ايه بقى، نخش على السجق ده ونقفله عشان نبدا نشتغل على نضيف. طيب السجق ده انا جايب له ايه بقى؟ بص كده هندسه اهو، ادي فلفل اخضر عادي جدا هعمله بلدي، فلفل اخضر وطماطم والبطاطس متقطعه زي ما اتفقنا صوابع، هعمله كده حبه وحبه عصير الطماطم دول، وادي السجق. ماشي الكلام يا عم شفيق؟ ماشي الكلام.
اهو هبدا انزل بايه؟ انزل بالبصلايه دي. بسم الله الاول. حلو الكلام. وبهرها. احب ابهر البصلايه من الاول كده اهو. اهو بص عامل ازاي الاول. ماشي الكلام. وراح اعمل ايه؟ جايب عليها حبه زيت مش كتير بقى، خلينا نعمل حاجه صح، ما نزودش دهون كده، تشويح مش زيت تحمير. حلو الكلام. ونبدا نعمل ايه؟ نقلب البصلايه دي. حلو اكتر لما نديها حبه ثوم بالزيت بتاعه كده اهو. هو طبعا ده سجق شرقي لازم يتاكل بالثوم والفلفل الحار، يكون متروق كده وطعمه كويس اهو. البصلايه الاول، ان احيانا البصلايه تبقى احلى بكتير جدا منه، من السجق عامه او من اي حاجه كده اهو. اوسع على نفسي، انزل كمان بالبطاطسايه دي اصفيها عشان تبدا تكمل تسويتها مع البصل كده اهو. يبقى البصل والبطاطس تسويه واحده بالنسبه لي، هي كده كده ضعيفه. بص البطاطس لما تكون محطوطه في الميه عامله ازاي يا شفيق؟ تبقى عامله زي ما يكون يعني نازله من مكنه، تبقى ماسكه نفسها شويه كده اهو. اهو ماشي الكلام كده اهو. ونروح عاملين ايه بقى يا باشا؟ جايبين الفلفل الاخضر جزء كده منه، وجايبين حبه عصير الطماطم على الوش. ليه بقى يا مولانا؟ عشان خاطر الحاجه تبدا تستوي الاول. نسوي البطاطس كويس ونظبط الامور، وبعد كده نبدا نسقط كل حاجه احنا عايزين نشتغل بيها واحده واحده، بس الاول اسوي الحاجه اللي ممكن تاخد وقت شويه في التسويه. دول كده مع بعضيهم شويه كده، ممكن نديهم حبه ميه لو احتاجوا، ويبقى الامور. مش عايز برضو خليها طاجن تقيل بصلصه وبتاع وحركات، هيكون في صلصه بس مش اوفر يعني كده اهو. معانا مين يا فندم؟ جنات. صباح الخير يا جنات، ازيك؟ ازاي حضرتك يا كتير. اهلا بيك يا فندم، اخبارك انت عامله ايه؟ الحمد لله، والله احنا بنحبك قوي يا شيخ. ربنا يخليكي، ده من ذوقك يا جنات، ربنا يخليكي، تحت امرك. ربنا يخليك يا الله يخليك. والله يا شيخ كان ليا طلب عند حضرتك. اموريني، ما تطلبيش بس اموريني. بعيد عن الاكل خالص يعني. تحت امرك. لو في ايدي تحت امرك والله. انا كنت تعبانه قوي يا شيخ، وعايزه اوصل لمدام ريهام، مش عارفه. ريهام سعيد. والله امبارح اتصلت بس ما قدرتش اوصل لها. طيب ممكن حضرتك تسيب رقم تليفونك بعد اذنك ونبعت لها؟ انا رقم تليفوني معاهم وهم كلموني قالوا لي هنطلع. لا انت اديني انت بس رقم تليفون حضرتك. والله يا استاذ علي. طب اسمعيني، انا ما اعرفش ان هو رقم تليفونك معاهم او مش هعرف ان هم اكيد رقم يعني معاهم. ربنا يخليك يا رب يا استاذ علي. فحضرتك بس لو تكرمتي خلينا نتكلم. حضرتك لو تكرمتي سيب رقم تليفونك وحالتك واسمك واحنا نبعته لبرنامج ريهام سعيد. حاجه ثانيه، ربنا يبارك لك يا رب وتشفي المرض. ربنا يخليك يا فندم، وعايزه اوصل لمدام ريهام الله يخليك. حاضر، بس زي ما قلت لك كده ماشي الكلام. تحت امرك، ربنا يشفيك يا رب ويعافيك ويشفي الناس كلها يا رب، تحت امرك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. كنا احنا وصلنا لحد فين؟ السجق خلاص عايش حياته وتمام التمام. تعالى بقى نعمل خلطه التوابل بالدجاج بتاعه كنور فاين فودز. ده طبق مقدم لحضراتكم يعني. الخلطه دي هي الخلطه دي كده، تعالى يلا انا بس موضح الامور شويه. هي دي البهارات، وادي هو ده الكيس. الفكره مش في الكيس ولا في البهارات، الفكره ان انت تعملها ازاي. في الاخير الاول، حلو الكلام، وادي الكيس الحراري ده، هتلاقيه جوه الكيس بتاع الخلطه، بيتفتح كده بسيط جدا اهو. مش محتاج اي حاجه خالص غير ان احنا نركب ده على ده ومتشكلين ونسيبه في الفرن. بس انا كالعاده بحب اضيف شويه حاجات بسيطه. ام كنور بتقول لك ايه؟ حط الكلام ده كله في كيس واحد، ده الحزام ده اللي هنلف بيه ونقفل بيه الكيس ده. حط الكلام ده كله في كيس واحد ودخله على درجه حراره مثلا 200 لمده 55 دقيقه، ده اللي مكتوب في ظهر الكيس. حلو؟ ماشي الكلام، ما عنديش اي مانع خالص. وممكن انا كعلاء بقى يعني لازم اديكم التاتش بتاعي يعني، ما يبقاش الموضوع معدي كده. انا مش متعود على ورقه وقلم شويه في الحاجات دي، انا بحب يعني اشتغل بالعقليه شويه. ممكن اروح اعمل ايه بقى؟ اروح انا مقلل درجه الحراره 200، حلو الكلام، ومنقص كمان في الوقت. بمعنى يعني مثلا هي بتاخد درجه حراره 200 خليها على 150 180 عادي جدا، وممكن عادي جدا لو الفراخ صغيره وحجمها ضعيف جدا هتاخد اقل من 55 دقيقه، ده المقصود من كده. هجيب بوله فاضيه وندي التاتش بتاعنا الاول بقى. التاتش بتاعك عباره عن ايه يا سيدي؟ هجيب عندي كده الاول نبهرها سنه كده بسيطه بفكره الثوم الفريش. انا عايز معلقه ثوم فريش او نص معلقه اهي، شايفاها هواري، ماشي الكلام. وكمان ممكن حبه زيت، ده من عندي انا الكلام ده، حلو الكلام. وكمان هنا على الفراخ سنه ليمون بسيطه اهي كده عشان الزفاره والمزازه، حلو الكلام. هينزل الكلام ده كله هنا، ماشي الكلام كده. وينزل كمان الكيس بتاع الخلطه
اللي احنا لسه فاتحينه واخدين منه كيس دلوقتي كده اهو. هنعمل كده. الكيس ده كامل كل البهارات اللي احنا عايزينها فيه او خلطة التوابل بتاعت كنور فاين فودز جواها، ونبدأ نقلبها تقليبة حلوة كده اهو. هو المفروض تقليبها في الكيس، وانا هعمل ده وهعمل ده. اوضح لحضراتكم من الامور ماشية ازاي. سنة التوم اللي حطيتها دي بعلي شوية تيست، انا كعلاء بفكر في كده يعني. وسنة الليمون مش موجودة في البهارات فانا برضو بعلي بيها. بص كده المنظر عامل ازاي. هجيب عندي الكيس واعمل كده بسم الله، واروح اعمل كده كله مره واحده في الكيس اهو. واللي باقي من البهارات عشان محسوب علينا بالجرام يبقى محطوط ككميه، ده المقصود من كلمه المحسوب علينا بالجرام يعني، مش حاسبينه عليا مفيش الكلام ده، بس انا بقول الصراحه يعني. تمام، عملنا كده ونروح قافلين الكيس كده ومطلعين الهواء كده ونقلبين من اول شويه. ده اللي مكتوب على، هتلاقوه على ظهر الصفحه. بص كده يا رضوى بعد اذنك، تعالى يا رضوى انت قاعده النهارده في الهواء ومحدش سامع لك، حس سابلي شفيق وشادي في ودني وانت مقضياها هامبلايس، حس بكده اهو. نعمل كده ماشي، ونجيب الحزام ونروح محزمين الكيسه بالشكل ده كده. حزم ماشي الكلام اهو، حلو الكلام كده يا باشا اهو. ونروح مديين حزام بالشكل ده كده هندسي. ادي كيس الحراري بتاع كنور، وادي الخلطه الاثنين زي ما حضراتكم شايفين. نجيب ده من السوبر ماركت ونص كيلو فراخ ومتشكرين. ادي الحله او الصينيه اللي احطها كده، حلو الكلام، وراح مدخل على طول في الفرن. يلا كده ممكن شويه كده لو حسيت ان الدنيا تمام هروح مدي بق ميه صغيره في الارضيه. دايما ما نخليش الكيس كده، بص يا شفيق كده لا، ها هتشوحوني من النار، انا اديها في الفرن ما تخلصنا يا سيدي كده كويس شايفها، ما تخلوش كده، خليه كده. ليه يا مولانا بقى؟ عشان خاطر حضرتك ده كيس وده فرن، فدي نار، فلو حطينا الكيس جنب الفرن حتى لو كان كيس حراري او كيس سيليكون لازم يتشعوط، فده طبيعي جدا، فاحنا نكون محرصين مش اكتر ولا اقل. التحريص هنا او يعني نبقى واخدين بالنا شويه عشان احرص ولا اتخاوي زي ما بيقولوا يعني. طيب يبقى الطبق بتاع الكنور راح، والسجق خلينا نبص عليه بصه قبل ما نركب على الطبق الاخير. اللهم صل على سيدنا محمد. مين يا باشا؟ انا اسف يا ابو حميد، صباح الورد. الو الو الو، طب كلمنا تاني ماشي الكلام، انا سمعت خناق عشان كده. طيب ايوه الو يا احمد، صباح الفل. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا عم احمد، ازيك؟ علاء معاك. حضرتك انا بحب حضرتك قوي، ربنا يخليك يا عم احمد، ده من ذوق. اخويا الصغير برضو بيحبك يا حبيبي، انت اخونا الكبير على دماغنا. سؤالي لحضرتك، كنت عايز اعرف بس انت خرجت الدهون السجق ازاي؟ عشان اللي هي يا فندم، انا اسف، انا واصحابي لما بنيجي نعمله بنتلخبط. معلش مش سامعك والله، بتقول ايه؟ الايه؟ خرجت الدهون ازاي من السجق؟ خرجت الدهون ازاي من السجق؟ حاضر، بص يا عم احمد، احنا جبنا حله، الحله دي سخنه جدا من غير اي حاجه، ولا ميه ولا زيت ولا اي حاجه. وبعد كده عملنا ايه؟ حطينا السجق عليه على طول وسيبناه يتحرق شويه، يتشوح شويه، فالدهون نزلت اوتوماتيك. حلو؟ تمام. لما الدهون نزلت صفينا الدهون خالص ونضفنا الصينيه تاني وحطينا عليها كوبايه ميه، غطينا السجق ميه، فغلي فاستوى، فرمينا الميه، نضفنا الطاسه، معلش هو فيه غلبه شويه بس مفيد، ونستغنى على نضيف. بس هي دي القصه، يطلع معاك السجق بالشكل ده. تمام؟ تمام تمام، تحت امرك. حاجه تانيه؟ شكرا. ممكن بقى سؤال صغير؟ شكرا. شكرا. ماشي. أنا كنت عايز أقول لك حاجة بس لقيت الدنيا مش سهلة. سلم على اللي جنبك عشان عايزين يكلموني، أنا عارف. فصباح الفل. تمام. هاجي بقى على الكبد والقوانص. كبد والقوانص دي برضه نفس التركيبة. أنت النهاردة جايب حاجات معقدة قوي، بس معلش ده دوري. يعني دوري إن أنا أوضح برضه المعقد ده ونحاول نسهلها شوية. الكبد والقوانص دي لهم طعم كويس قوي، بس أهم حاجة يعني يتنضفوا كويس جدا 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 جدا، وبعد كده نبدأ نشتغل بيهم براحتكم. حلة، تعالى كده هندسة، حلة فيها مية سخنة وفيها حبة خضرة، هزودهم شوية بس كده، شايفها يا هندسة؟ مية سخنة، حلة شوية بقى عشان احط مية باردة، وإيه؟ وحبة بصل، كرفس، كورات، أي همبلايص عندنا موجود تمام جدا، ما عنديش مانع، وأبهرها بسنة ملح وحبة بهارات. تمام كده يا باشا؟ ده المايه اللي هتغلي دي قدام حضراتكم هي اللي هسلق فيها الكبده. الكبده انا بسلقها الاول،
لسببين. تقليب الكبده في التشويح كتير هتتهري، وانا مش عايز كده. والسبب الثاني ان عايز تبقى كامله، فهش تبقى كامله لازم تتسلق. لو سويناها وهي كامله مع التقليب برضو مع كتر التسويه هتتهري. فاحنا نسلقها الاول بحبه ميه نضاف وسنه خل. هو ده بقى اللعبه هنا شويه، سنه خل اهي يا شفيق. ليه بقى سنه الخل دي يا باشا؟ علشان دي هتبيض للكبده وهتشيل اي زفاره. والقلب الفراخ، كبده الفراخ لازم يكون متشال. بص كده يا شفيق، اهو مفتوح كده معايا حضرتك، تعالى تاني اهو، لازم يكون متشال. حته سمره كده مش حلوه هتلاقوها موجوده، لازم ننضفها كويس. حلو الكلام. هجيب عندي الكبده وانزل بسم الله كده في النار. حلو الكلام. والقوانص دي هنشتغل بيها في حاجه تانية خالص، هنشوحها الاول ونظبطها ونديها حبه ميه، هنشتغل فيها على السريع مع حضراتكم، ويعني ما فيهاش قصه. بس الاول كان بس هدفي ان انا اسيب الكبده دي وما غطيش عليها تغطيه كامله عشان ما تعملش ريم. هوارب الباب اهو. امان يا استاذنا، اوعى تكون بتصور حاجه ثانيه، بتصور الكبده. طيب ماشي. السجق على ما اعتقد خلصان. تعالى بقى نبدا نحط عليه السجق بتاعنا مع البطاطس والحاجات دي كلها، ونشوف الدنيا فيها ايه. والفلفل الرومي بسم الله اهو يا عم شفيق، الامور واضحه جدا. حبه السجق ينزلوا كده على نضيف، فلفل الرومي على الوش زيه زي السجق بالنسبه لي، الطماطمايه وماله. حلو كده، وتقليبه حلوه كده بقى، كله يشرب من بعضه عشان الحاجه تبقى ماسكه نفسها وكله متظبط. بص الكلام كده، ده بقى عيش سندوتشات يعني، الله اكبر. بالهنا والشفا. مكرونه ماشي، بس ما دام في بطاطس ما بحطش مكرونه للامانه، او ما بشتغلش مكرونه، انا ماشيها على كده عيش. انا بحب العيش جدا، بحب يعني الواحد يتغمس عادي جدا. في ناس كتير جدا على ما اعتقد بتحب تتغمس برده، وعيش ما يكونش طري، يكون متأمر على الفرن على البوتاجاز، او يكون محمص سيكه كده بسيطه، ما بيبقاش يعني من اللي هو عادي. بص كده يا عم شفيق، على ما اعتقد الامور واضحه جدا. نروح مهدين النار عليه وايه، مرحلينه من هنا، واخد بهارات وكل الحركات بتاعته تمام التمام. هد النار هنا، وهات النار الحاميه دي لايه بقى يا برنس؟ للقوانص. قوانص مغسوله مقطعه، سنه ملح، تعفير الفلفل الاسود، ماشي الكلام. وتجيب معلقه زيت. ايه الاخضر اللي جنبها؟ ايه اللي مضايقك؟ دي الزعتر دي اوديها هنا اهو، على ما اعتقد مفيش حاجه صغيره وراها يعني كده. انت برضي ماشي يا عم شفيق تمام. حبه الزيت على نار سخنه. هبدا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب عندي معلقه نظيفه، ماشي الكلام. توم الشرايح ده شايفه هندسه؟ شفت توم الشرايح ده؟ ليه حطيت توم شرايح ما حطيتش توم مفروم؟ ليه؟ عشان يستحم معايا بس التقليب بتاع القوانص. واجيب عندي القوانص بسم الله، وابدا اشوح الاول القوانص. اليخن ده بلدي جدا وبيتي جدا، وياما كنا في بيوتنا. بس المشكله ان لما بنيجي نعمله ساعات بنتضايق منه ان بيبقى شويه فيه زفاره، او بنقفل من القصه دي. فاحنا لو عملناه صح واشتغلنا على اساس ان هو بنعمل حته لحمه كده يعني بتلو، هنعمله صح. ما هي المشكله ان انت ممكن تمسك فرخه عاديه جدا وحضرتك تشتغلي بيها كانها ديك رومي. ما بهزرش والله العظيم، انا دماغي تعبانه في الاكل على فكره، يعني هي دي مشكلتي في حياتي، ان انا دماغي وعقليتي في الشغل عامه تعبانه شويه. يمكن صحابي يقعدوا يقولوا لي كده، انا بحب شغلي جدا وبحب اعمل حاجه صح، فانا عادي جدا ممكن اكون ماسك فرخه، ده مقصود من كلامي، واتخيل ان هي دي كرومي، يعني عاملها معامله الفخامه، اعلي منها بقى بهارات واظبط منها تسويات واحطها مش عارف فين واديها ايه، بس في الاخر باذن الله تطلع حاجه احسن من الديك الرومي. هي دي القصه كلها. فانا بتكلم في حبه القوانص الغلابه دول، لو اتعملوا صح هيبقوا احسن من اي حاجه في الدنيا. هو ده المطلوب. شوح بقى كويس قوي الثوم مع البصلايه، هتحط لها كمان شويه بصلايه دلوقتي كده، وبهرها حبه بهارات مشكلين كده بتتشوح، تفرق كتير. يا سلام لو ورقه غرزه كده. تعالى نجيب حبه حبهان كده يا شفيق من هنا كده، ننقيهم. ادي حبهانيه على حبهانيه ثانيه، ماشي الكلام. خلاص انا مش عايز اكتر من كده، نلم بقى كل العطاره دي كلها على جنب كده اهو، ماشي حلو. ونروح عاملين ايه، مكسرينهم كده. معانا هندسه ولا انت ايه؟ ماشي اهو، كسر الحبه هنا عشان عايز البذور بتاعها اهو يا برنس اهو.
ونروح واخدين دول الورق ده سيبه على جنب انا عايزه وناخد البذور دي وننزل بيها هنا اهو وناخد الدول فاكرهم دول شفيق لسه بنصورهم اهو لسه حطهم فين يا عم هنا اهو على الكبده اللي قدام حضراتكم دي تعالى كده واحنا بنبص التصوير كده نبص بص احنا واصلين لحد فين وبنعمل ايه ادي المرقه السخنه وادي الكبده بص حضراتكم عامله ازاي شايفه الكلام يا ست الكل اهو احنا لسه ما سويناش الحاجه لسه ما كملناش تسويه اهو ادي الكبده سنه الخل اللي عامله دي الميه السخنه عامله دي تشم هنا ريحه تقبلها ولا لا هي دي القصه كلها وارب الباب عشان ما نعملش ريم نرجع للقوانص تشويحتك زي ما انت هنا السجق على ما اعتقد خلصان بص كده شفيق اهو وادي القوانص الشغاله نبدا بقى نعلي ونجود بقى عشان نشوف الدنيا فيها ايه ونقفل الطبق ده اربع بصلات حلوين كده حمشين مبشورين انا عايز بصل مبشور مش مفروم اول نزل في الحار كده في النص يتشوح وروح عاملين ايه البصل المبشور ده ينزل زي ما هو كده اهو ماشي الكلام ونروح مبهرين حبه كزبره ناشفه ماشي الكلام سنه كمون حلو الكلام ونروح جايبين حبه ملح احنا بنبهر البصله على فكره ونروح كمان حبه بهارات ونروح عاملين ايه مقلبين الكلام ده كله بالشكل ده اهو بص شكل الطاجن احنا لسه بنقول يا هادي ما عملناش حاجه لسه ده خلاص يطلع مع النار عشان ما نهريش فيه اكتر من كده وادي كده اهو نلم كل الجوانب وما اسكتش انا هعمل ايه بقى جايب عندي حبه يعني كعب ميه صغير كعب عشان اكمل تسويتي اهو بص الكعب قد ايه يا شفيق ما كملناش حلو كعب كده اهو بسيط عشان ايه هغطي واسيبها تتبهر مع بعضيها وتكمل تسويتها علشان تبقى على تمام حلو الكلام والناحيه الثانيه دي اول ما تكمل تسويتها اهو يا شفيق بص الحبايه اللي حطيناها عملي في ثانيه اتسلق واشتغل وبقى زي الفل وبقى تمام التمام على ما اعتقد كده احنا مخلصين اكلنا دي يعني خلصانه ما فيهاش حاجه مش سامع عايز ايه انت عايز فاصل مش خلاص احنا مش خلصنا الفواصل بتاعتنا يا عم الساعه 2 وثلث يا عم خلصنا بين الفواصل ولا لسه ما تخلينا نقفل البطن يا عم شفيق مالك في ايه اي كلام خلاص انا فهمتك والله فهمتك انتوا فاهمين وتهمتوه برضه صح؟ زي ها؟ طيب عايز تطلع فاصل؟ اتفضل اطلع فاصل ايه اللي مزعل بس كده؟ انا طيب اهو يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه طيب ده طبق السجق يعني على ما اعتقد ما فيهوش اي افلام ولا حاجه نقدر نتكلم عليها اكتر من احنا عملناه وده الطبق بتاع خلطه توابل كنور طلع وظبطنا الامور زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده وادي الطبق الثاني وادي اليخني شغال حلو تعالى بقى نشوف الكبده اللي احنا عملناها ايه وصلت لحد فين هنجيب كده صفينا الكبده تاخد يعني ايه نفس اليخني كامله بقى متقطعه احنا وكيفنا بس انا حبيت ان انا ايه اامن نفسي واعمل حاجه الطعم مظبوط وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه كده اهو وادي كده نلم كده الجوانب عليها ما نخليهاش تكون مهريه الله مش عايز والله احط لها طماطم واقلبها طاجن خليها يخني كده بسيط وبسيط ما فيهاش اي افتكاسات زي ما هي كده ونغطي عليها يبقى كده طلعت طبقين فاضل طبق الكوارع تعال نشوف اخبار الكوارع ايه خلصان بسم الله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ادي طاجن الكوارع يا هندسه مع البطاطس بالتكتكه بتاعته حلو تعالى بقى كمان نطلع اللي فاضل ايه اللي فاضل اليخني بتاع الكبده والقوانص نجيب طبق كده في الفخامه الرأي شادي يقول لك ايه خليك في الفخامه
نروح عاملين كده وجايبين طرشونه ثانيه نمسك كويس ونعمل كده. بسم الله. نلم البصلايه دي عشان حرام. ماشي الكلام كده يا عمنا؟ حلو حلو. طبعا الاخير وادي الطاجن الاخير. على ما اعتقد مفيش حاجه تانية غير بس اهم حاجه اهو العيش اللي بتكلم عليه، العيش البلدي مهم جدا. اسخنه؟ طب بديني وقت انا اسخنك العيش. امال بتتاورن عليا ليه؟ مع بتحب برد انت كمان يا عتريه؟ انتوا عاملين حفله عليا بقى عليكم. طب ما تاخدوني عندكم البيت احسن، مش فاهم انتوا بتصوروا الشغل وبتجاملوني ولا ده شكل لنا اكل عيشنا يا جماعه؟ مش كده، ما ترد يا بني. العيش طبعا ده بجد وكلامهم صح لازم يسخن، بس انا زي ما قلت لكم من شويه انا من الناس اللي بحب اكل العيش يعني لو ما كانش متأمر في الفرن محمص سنه كده رده ابو رده، لو ما كانش متأمر لما يتأمر على البوتاجاز. انا عارف الناس عاد بيقول ناس مش صحي ومش عارف ايه، بس انا هو طعمه بقي من وانا عيل صغير. العيش المتأمر ابو شيلن ده لحد دلوقتي انا متربي عليه، يعني ما اعرفش اغيره، كل واحد فينا حسب اللي بيتعود عليه. بس انا بقول ان هو مع حته الجبنه البيضه كده على الصبح بالقرن الفلفل الحار ليه طعم، مع حته الكبده اخر اليوم بالجرجير ليه طعم. كل واحد فينا ليه تركيبه. انا اللي في قلبي بقوله صراحه ربنا يحور الاكل ده بالذات، لان قلت قبل كده انا تعبان شويه في موضوع الاكل ده. فكل واحد فينا حسب العادات والتقاليد اللي بياكلها او بيتعايش بيها. واحد مثلا يقول لك لا انا المحشي اكل مره واحده وخلاص. انا واحد من الناس مثلا ناكل محشي فعلا مره واحده من الحله وخلصنا، وفي حبه يتخزنوا شويه كمان يومين ثلاثه مع معلقه زبده ويتحرقوا في الحله ويتاكلوا تاني، ده موضوع تاني خالص. في ناس تاكله بالليل بارد ثلاجه كده، يروح داخل واخد صباعين وطالع. كل واحد ليه طريقه في حياته وليه طريقه في اكله محترمها، ولكن الابقى هو اللي يحب اللي على مزاجه، ما يحبش على مزاج حد. فعلى يعمل اي طبق انت في البيت وحضرتك في البيت، شوف ايه الحاجه اللي يعني بص لو هنقول 10 من 10 خد واحد بس من 10 او نص من 10، حط الباقي من دماغك انت، بس اعمل حاجه على مزاجك انت مش على مزاج عليا. طريقه ممكن تكون مختلفه، الطعم ممكن يختلف، بس التست في الاول وفي الاخر انا بقول ست البيت اجدع واقوى من 1000 شيف، لان الشيف في الاول وفي الاخر بيقدم اكل ممكن ما بيتاكلش، محدش هيصدقني اللي انا عمال اقول حلو وبتاع وحاجات كده، بس ست البيت هي الوحيده اللي تقدر تقيم ده لما تعمله وتاكله او الاولاد ياكلوه. هنا هو طعم الام مش وصفه الشيف. فمقصود كلامي لو كان الشيف احسن من ست البيت كان زمان امهاتنا اللي ربونا ما يعرفوش حاجه في الطبخ، وده كلام غلط. امهاتنا او الامهات عامه لو عملت حته جبنه كده بطماطم احلى من اي اكل فوقتين، هي كل واحد فينا كده. بس بكره الاربعاء ان شاء الله لو لينا عمر هنعمل اكله حلوه كده لاطفالنا، ويبقى يوم سعيد وحلقه جديده، والسلام عليكم.